نكمل على الاكسبشن هاندلنج. الاكسبشن هاندلنج هو عباره عن ان انا لما كنا مثلا بنيجي نعمل ران بروجرام مثلا، وكان بيطلع لنا ساعات ايرور احمر تحت بيقول لك اكسبشن، حصل اكسبشن والبرنامج ما عمل ايرور وما رنش. يعني ايه اكسبشن؟ يعني انت في حاجه عملتها غلط فالبرنامج ما قدرش يكمل ران. فانا بعمل ايه؟ بحاول الاكسبشن اهندله بحيث ان هو ما يطلعش ايرور. يعني لو في اكسبشن انا مثلا في حاجه متوقع ان هي ممكن تحصل فيها ايرور، فانا بحاول وانا بكتب البرنامج بتاعي ان انا اهندلها بحيث ان هي ما يطلعش ايرور بسبب غلطه. فدي شويه يعني يعتبر كلام نظري عنه. طبعا الران تايم ايرورز ده بيعتبر اكسبشن برضه. فدي انواع الاكسبشن عندنا اللي هو الارثماتيك اللي هو بتاع الارقام. مثلا لو انا قسمت على زيرو مثلا، او عملت اي اوبريشن ما ينفعش تتعمل كحاجه ارقام. والاري طبعا ده مشهور ان انا لما اجي احاول اكسس اندكس مش موجود، كان بيدينا اكسبشن اللي هو ساعتها ايرور ما كانش بيكمل ران. وده الكلاس نوت فاوند، طبعا الفايل نوت فاوند، ودول يعني وده الانبوت اوتبوت. لو انا دخلت انبوت غلط او حاجه حصلت في الانبوت اوتبوت، دول يعني كذا كذا نوع من الاكسبشنز تعريفاتهم. يعني هما الاشهر انواع هو الارثماتيك والاريز اوت اوف باوندز. بس في حاجات هنا برضو يعني مهمه ممكن تيجي نو فايل. طبعا لو جاء يعني لما باجي احاول ساعات اكس فايل الباص مثلا ما يكونش موجود، وهنا الميثود مش موجوده مثلا، والنال بوينتر اللي انا بحاول اكسس حاجه هي نال اصلا. هنا النمبر فورمات، لو انا مثلا مش عارف احول رقم كونفرت سترينج للنوميريكال. هنا تعالوا ناخد شويه امثله. يعني هنا هو بعمل ازاي الاكسبشن هاندلنج ده، اللي انا بعمل تراي كاتش، هو ده اللي يعتبر البلوك بتاعه. نفتح نكتب بروجرام مثلا بسيط. هنا مثلا انا لما اكون بعمل ايه، انا مثلا عايز ادخل رقم مثلا انت ايه مثلا وبي، تمام. وانا هطبع عايز اقسم مثلا، عايز اقسم ايه على بي. مثلا هاخد الاول ايه ده مثلا، اقول له اخدها من اليوزر، وهاخد البي برضو من اليوزر، تمام. وعايز اطبع الايه على حلو كده. طيب لو انا مثلا عملت ران البروجرام وجيت مثلا كتبت هنا مثلا واحد ودخلت البي بزيرو، هنا هو زي ما جالنا قالنا ايه، قالنا اكسبشن ان مين اللي هو الارثماتيك اللي احنا قلنا عليه بتاع الارقام. طيب ازاي بقى اعالج البتاع ده بحيث ان هو ما يدينيش ايرور؟ بقدر ببساطة ان انا مثلا في الحالة دي لما بكون عايز انبوت، فغالبا بعمل تراي كاتش عشان اليوزر لو دخل حاجة غلط او حتى دخل مش رقم مثلا ساعتها، فبعمل تراي واحط فيها البلوك بتاعي ده كله وبقفلها كده. وتحت على طول بعمل الكاتش وبعمل اكسبشن، تبقى الاي كابيتال اكسبشن. ايه ده اللي هو بعمل اوبجكت من الاكسبشن. ممكن اعمل اللي هي بطبع الاي دوت جيت مسج اللي هي فانكشن جوه الاكسبشن اللي هي مثلا بتقول لك نوع الاكسبشن. ففي الحاله دي بقى لو انا بعد ما عملت تراي كاتش ساعتها وعملت رن من تاني ودخلت مثلا واحد وزيرو، هنا ايه، هنا ما طبعليش بقى المره دي ايرور، هنا قال لي ديفيجن باي زيرو والبروجرام عادي عمل فينش. يعني هنا بروسيس فينش والبروجرام كمل وما اداش ايرور، ده بسبب اني عملت تراي كاتش. طيب لو انا بقى في حاله ان انا عايز مثلا انا اقول له كل مره يدخل لي لحد ما يدخل الرقم صح، فهعمل ساعتها لوب مثلا اقول له وايل، هعمل مثلا فاريبل اسمه كيب مثلا واخليه بترو. هخليه بترو واقول له وايل كيب
وهعمل ايه بقى ساعتها؟ هنا كل ما لو انا عملت رن لدول مع بعض، هنا مثلا اقول له ايه بقى، هنا تحت هنا اقول keep equal false. ليه بقى قلتها هنا؟ لان احنا عندنا الاكسبشن، اول ما بيلاقي الاكسبشن بتاعه بينط على طول، ما بيسكيب كل اللي تحتيه. فلو هنا حصل اكسبشن، وكده كده مش هيقرا السطر ده، بالنسبه له هيبقى مش موجود. يعني الحاجه دي هنعدي عليها في البي دي اف، بس ده كتجربه بس. وهقول له ايه تحت؟ تحت هنا مثلا اقول دوت نيكست لاين. دي بتعمل ايه؟ بتعمل ان هي بي بي ال بيعمل الميموري عشان ادخل من تاني، اللي هو البفر، بيفضي البفر. تمام، هنا يعني هنا ده المثال اللي احنا قلنا عليه، ان هو الايه هنا لما جه عمل لها ريفيجن بايت دي اللي بيدخلها، وقال له ان هي مش هتتطبع. الجملة دي هتنفذ امتى؟ هتتنفذ في حالة ان مفيش عندي اكسبشن، ولو في اكسبشن بيروح للكاتش وبيطبع اللي جوه الكاتش. فهنا ده بروجرام زي ده مثلا، لقينا الديب زيرو طبعا دي هنا جابت اكسبشن، فهيعمل سكيب للجملة اللي بعديها دي، وهيروح للكاتش، الكاتش جواها بيطبع باي ديفيجن باي زيرو، وفي تحت خالص جملة اللي هي افتر دي ملهاش دعوة بأي بلوك، فهتطبع لوحدها. تمام، طبعا لو لقينا اكسبشن بنعمل سكيب للبارتس اللي بعدها. ادي هنا مثلا لو انا عندي هنا اكسبشن في دول، فانا هعمل سكيب لكل ده واروح على طول للكاتش. طيب ده اللي احنا بقى اتكلمنا فيه، ان احنا قلنا ايه، مجرد اللي احنا هناخد اكسبشن وخلاص. طب لو عايزين بقى اللي هو نعمل اكسبشن بحيث ان انا لا اقول له دخل تاني الانبوت، كل ما يبقى غلط ادخله تاني، فانا بعمل وايل لوب وجواها تراي كاتش، بس هنا معموله العكس، بس هعدلها. هنا المفروض اللوب هي اللي جوه بره هي، والتراي كاتش هي اللي جوه. فتعالوا نشوف الكود هنا مثلا، ادي اهو انا بعمل ادي بوليان كيب، ده اللي هو بتاع اللوب اللي هيفضل شغال. هنا وايل كيب اعمل تراي وخد الانبوت، ولو خدت الانبوت هنا دي معناها ايه؟ هنا ليه حاطط هنا اللي تحتيها كيب فولس؟ لان ده لو خدت انا الانبوت بتاعي انتجر مظبوط، فخلاص ده هي سكسس، هيكمل اللاين اللي بعده. زي ما قلنا ان احنا لو في اكسبشن فاللي بعده هيتلغى ومش هيتشاف اصلا. فهنا معناه ايه؟ هنا لو انا خدت هنا الانبوت مظبوط، عدي على دي اعمل كي فولس، خلاص اللوب هتبريك. طيب إلس بقى ان هو لو بقى كأن هنا حصل اكسبشن، لا بروح للكاتش بعمل اكسبشن الاي، وبعمل هنا نيكست لاين دي اللي هي ايه، اللي هي بتفضي البفر عشان ابدا اخد انت الانبوت من جديد. فتعال نجرب هنا مثلا، ادي هنا مثلا انا خدت انتجر، خدت واي، فهنا ايه هو كمل معايا. لو عملت يو مثلا، فايه بقى كده عملت 5. هعمل لكم حاجه بس توضح، هطبع هنا مثلا مثلا هنا انتر اونلي نمبر، فدي هتوضح لنا اكتر. انا مثلا لو كتبت تي، فايه طبع الجملة اهي، وقال له دخل رقم، فلو طبعت برضو بعد كده لحد ما اخد رقم هيعمل فينيش اكسكيوت. فدي هي دي طريقة بالتراي كاتش، ان انا افضل اخد الانبوت كذا مرة، عشان لو الانبوت دخل غلط، لو انا عايزه بتايب مختلفة، او حتى لو هيقسم على زيرو او ارسماتيك او اي حاجه من دي، فدي الطريقه بتاعتها. تمام، هنا في حته كده كانت موجوده في موقع، ان هي مثلا احنا قلنا ان احنا بنقسم على زيرو فهي بتديك اكسبشن. طب لو قسمت الدبل على زيرو، يعني هنا مثلا لو جينا هنا، مش لو شلنا ده وجينا قلنا اطبع واحد اللي هي بوينت زيرو على زيرو، وجينا عملنا رن طبعا انفينيتي ما عملش اكسبشن. ليه؟ لان في الدبل، في كلاس الدبل متعرفه الانفينيتي موجوده، انما في الانتجر ما فيش حاجه اسمها انفينيتي، فساعتها يديك اكسبشن. دي حته مهمه برضو ممكن تيجي كام سي كيو هنا بقى. طب في حاله ان انا لو انا عايز اعمل اكسبشن بنفسي، اللي هو مثلا مش اكسبشن حد يدخل حاجه غلط، لا لو مثلا انا عايز ادخل الايدج، فالايدج ده انتجر، فساعتها اسمح لي بالبوزيتيف والنيجاتيف عادي. فانا ساعتها بعمل ايه؟ بعمل اف، وجوه الاف دي بشوف بقى هل لو انا بالمتطلبات اللي انا عايزه، لو الايدج اصغر من الزيرو فبعمل ثرو نيو اكسبشن. انا بعمل ايه؟
ده انا اكسبشن، انا اللي ببدأ اكونه بنفسي، مش موجود جوه الجهاز. فبعمل نيو اكسبشن اللي هو نيجاتيف ايدج از انفاليد، واعمل ريتيرن ايدج، وانا الكاتش بعملها اللي هو الانبوت ميس ماتش ده ك اكسبشن بنفسي. يعني هنا اصح حاجه بحط الاكسبشن اللي هو الاكسبشن الجنرال اللي هو الاكسبشن الاوبجكت بتاع الاكسبشن ذات نفسه، ف كتسهيلا بدل ما اختار كلاس معين منهم واعمل نيكست وابدا اخد تاني نفس اللي عملناه جوه الوايل برضه. فدي طريقه اللي انا ببدا اعمل اكسبشن جديد بنفسي مش موجود هنا. ده مثلا ده كود ان انا بقدر اعمل بقى ايه، بقدر اعمل مالتيبل اكسبشنز. يعني هنا مثلا انا عندي هنا انت اكس باخد انتجر، والاري اعمل الاري سايز بتاعها اللينس بتاعها 2، والاي ده باخد برضو انبوت. وهنا بعمل اي دوت اي دوت اكس، بعمل انت زد ديفيجن باي زيرو. فانا عندي كام احتمال الاكسبشن؟ عندي هنا احتمال اللي فيه اكسبشن هنا ممكن يدخل غلط، ده مفيش اكسبشن لان ده كده كده ده تعريف الاري. هنا ده فيه اكسبشن هو ممكن يدخل غلط برضو، وهنا ده فيه اكسبشن ممكن يدخل اندكس غلط، وده كده كده اكسبشن عشان هيقسم على زيرو. فعملت هنا كاتش كاتش في انبوت ميس ماتش اللي هي اللي بدخل انبوت مش نفس ده الـ type اللي انا عايزها، او array of out of bounds او bounds او arithmetic exception. فدول ثلاث انواع الـ exceptions اللي انا حطيتهم عندي، بيبدأ يعمل لهم handle بالمالتيبل عادي. يعني هنا مثلا لو انا دخلت ده غلط فهيطلع لي الاكسبشن بتاع اول واحد. طب لو دخلت ده صح ده صح والقريبه هي اللي غلط، فكده كده ده هيعدي، ده هيعدي تمام. هيجي بقى يشوف ده فهيطبع ساعتها ان في اري اوت اوف باونس. طب لو كل الاربعه دول عدوا ومش فاضل غير الاخير ده، فهيجي عند اخر واحد يطبع ان في اريثماتيك اللي انت قسمت على زيرو. وهنا بريك دي تقريبا لو كان في لوب مثلا فتراي دي جوه اللوب، فساعتها يعمل بريك. لو كل دول مظبوطين ساعتها هيبدأ يكسكيود البريك دي. طبعا البرنامج بيقف مع اول اكسبشن لو مفيش لوب هيطلع. يعني لو مفيش لوب فانت اول اكسبشن هيلاقيه هيطلع وخلاص، مش هيطبع اول اكسبشن بس ويلاقيه، يطبعه ويقفل البرنامج. طب في حاجه اسمها فاينل بلوك اللي هي ايه؟ الفاينل بلوك دي هي بلوك بتتنفذ حتى لو لقيت الاكسبشن. احنا قلنا اللي بعد الاكسبشن مش بيتنفذ بس ما عدا الفاينل، في حاله ان هي ممكن ما يتنفذش لو انا عملت سيستم دوت. فهنا تعالوا نشوف الكود ده. هنا ايه؟ هنا عندي اول حاجة بيعمل عمل تراي ونادى بروسس ايه. فهنروح للكلاس اللي هو الميثود اللي هي بروسس ايه جواها تراي وبرنت عادية خالص، فدي هتطبق اول حاجة. تاني حاجة تحت عمل ايه بقى؟ عمل ثرو ران تايم اكسبشن. يعني انا بعت اكسبشن كأن في اكسبشن حصل انا بعته، فساعتها هيعمل ايه؟ هيرجع للمين تاني في كاتش اهي، فهيطبع ان في اكسبشن لقاه. دي تاني حاجه هتطبع اللي هي الاكسبشن. طيب هل هيطبع؟ قلنا هيبقى قلنا فاينل بتطبع ما بيعملش اكسكيوت، بس فاينل بتطبع بس فاينل بتطبع قبل حتى الاكسبشن. فهنا انا لقيت دي، بعد كده لقيت ثرو نيو اكسبشن بس لقيت تحتها فاينل، فدي هتبقى رقم 2. بعد كده ابدا ارجع بقى اطبع اللي هي الاكسبشن كود دي رقم 3. حتى هنا الاقيها هنا ادي هو طبعا لنا انسايد، بعد كده طبعت اللي هي الجمله الفاينلي، بعد كده قمت راجع للمين طبعت الاكسبشن كود. بعد كده هينادي هنا على بي فيها انسايد بي هيطبعها برده تمام، وعمل ريتيرن عمل ريتيرن. بس هنا احنا قلنا ايه؟ الفاينل لازم تتنفذ مع التراي، فهيطبع ان انسايد بي وهيطبع ان بي فينش. امتى دي؟ ما تتطبعش الفاينل لو عمل سيستم دوت اكزيت اللي هي هنا دي بتقفل البرنامج خالص. بعد كده هينادي على سي فيها تراي برضو وفيها فاينالي، فهينفذ التراي. وكده كده الفاينالي بتتنفذ حتى لو ما حصلش اي حاجه، فالفاينالي كده كده لازم بتتنفذ تلقائي، فيطبع سي وجوه والسي فاينالي. ده كود هنا الاكس ايكوال زيرو والواي هيقسمها على زيرو. بس هنا عامل ايه؟ عامل كاتش اكسبشن، ده قلنا ده الجنرال كلاس اللي هو فيه كل اكسبشن، وده الارثماتيك. طب هنا هو عمل ايه؟ هنا عمل حاجه جنرال، بعد كده هعمل حاجه مخصصه. ده يدي ايرور في الاكسبشن، يعني ده يعمل كومبايل فيلز. ليه؟ لان الارثماتيك اكسبشن ده اصلا هو معمول له اوريدي موجود هنا،
فما ينفعش تعمل اكسبشن اتنين تحت بعض ويكون واحد جنرال قبل التاني، لازم السبيسيفيك هو اللي يسبق الجنرال، فدي برضو مهم. هنا دي الحتة اللي برضو كانت موجودة فوق، ان هو لو عمل تراي وفاينل فالتراي بتتنفذ والفاينل كده كده لازم هتتنفذ، فكده كده هيطبع الجملتين دول تحت بعض. ده اخر كود موجود، ده دي هنا هيطبع ستارت وهنا تراي طبع الهالو وورلد، وهنا عمل ثرو اكسبشن، ده كأن انا لقيت اكسبشن وبعته. فايه هنا لقينا في لاين تحت موجود ان هو قال له اطبع كاتش هير. طب ايه اللي حصل هنا؟ احنا قلنا من شويه لما واحنا بنكتب الكود ان لازم كاتش تبقى موجوده بعد التراي بالظبط، بعد البلوك الكود بتاعها، فهنا في جمله عملت في النص، فالجمله دي هتديني كومبايل ايرور ومش هيرن. مثلا هنا لو انا هنا مثلا كتبت تراي مثلا، كتبت انت ايه مثلا، وقمت هنا اصلا هو مديني ايرور ليه؟ لان انا لسه ما كتبتش كاتش. فلو جيت مثلا كتبت اللي هو اطبع اي حاجه وبعد كده جيت كتبت كاتش، هو اصلا ما بدا كانه ما فيش حاجه اسمها كاتش، فلازم اشيل الجمله دي. ما ينفعش تبقى حاجه موجوده، ما ينفعش حاجه تبقى موجوده قبل قبل الكاتش. هنا لازم التراي بعديها كاتش على طول، مفيش فاصل ما بينهم.